أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. استقرت أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد وكردستان العراق. وقالت مصادر صحفية إن بورصة الكفاح في بغداد سجلت 147,200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بينما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة في بغداد حيث بلغ سعر الصرف 147,750 دينار لكل 100 دولار، مشيرة إلى أن أسعار الصرف في أربيل سجلت 147,500 دينار لكل 100 دولار. أظهر مسح جديد أجرته منصة S&P Global Plus تراجع التزام العراق بتصدير حصته المقررة من النفط الخام، مبينة أن العراق مدين عند 647,000 برميل يومياً. وذكرت المنصة في تقرير لها أن إنتاج النفط الخام من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها أوبك بلس ارتفع بمقدار 450,000 برميل يومياً في شهر آذار الماضي، وأضافت أن روسيا والعراق ضخا أعلى بكثير من الحدود القصوى المتفق عليها، في حين عززت إيران وليبيا المعفيتان من الحصص الإنتاج أيضاً. وأشارت إلى أن معدل الامتثال العراقي انخفض إلى 88%، إذ أنتج 3.95 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 60,000 برميل يومياً عن الشهر السابق. أعلنت وزارة الزراعة الحالية إغلاق استيراد الطماطم بعد 20 يوماً، فيما أشارت إلى أنها تدرس فتح استيراد محصولين آخرين. وقالت الوزارة إنها ستغلق استيراد محصول الطماطم بعد 20 يوماً، وأن المنتج المحلي من المحصول سينزل إلى الأسواق مطلع الشهر المقبل وسيغطي حاجة السوق، فيما أشارت إلى أنها بصدد دراسة فتح الاستيراد لمنتجي الخيار والباذنجان بعد ارتفاع أسعارهما في الأسواق المحلية. هذا وشهدت الأسواق المحلية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والفواكه والخضر بعد ارتفاع أسعار الدولار وغلق الاستيراد. أعلنت شركات ألمانية خاصة مشروعاً لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه، وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهر على انفجار مرفأ بيروت. وتقدر كلفة المشروع ب 7.2 مليار دولار، ويؤمن 30 مليار دولار من القيمة الربحية غير المباشرة لنحو 25 عاماً مقابل توفير 50 ألف وظيفة، ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية بمليارات الدولارات. وكانت 3 شركات هي كولير وهامبورغ بورت وإتش بي أس قدمت خرائطها البيانية ورسوماً توضح كيفية إعمار المرفأ عبر تطوير وتأهيل المناطق التي لحق بها ضرر بليغ، على أن يشمل المشروع مرافق أخرى مع إعادة ترميم الأحياء التراثية التي تضررت من الانفجار. أعلن وزير المالية والاستثمار التونسي علي الكعلي أن الديون التونسية في أعلى مستوياتها حيث بلغت 16 مليار دينار. وقال الكعلي أن عجز ميزانية تونس يتعلق أساساً بإرجاع قروض قديمة ولجوء الحكومة إلى مزيد من الاقتراض للخلاص من الديون، مشيراً إلى أن المشاورات جارية مع البنوك التونسية وبعض الدول الأجنبية من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة. فرضت السلطات الصينية غرامة على شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية ب 18.34 مليار يوان، أي ما يعادل 2.78 مليار دولار. وعزت السلطات قرارها إلى ممارسات شركة علي بابا الاحتكارية واستغلالها لموقعها في السوق عبر إجبار التجار على عرض منتجاتهم حصرا على منصات محددة، ويقدر مبلغ الغرامة بنحو 4% من مبيعات الشركة لسنة 2019. وخضعت إمبراطورية علي بابا التجارية لتدقيق مكثف في الصين منذ أن انتقد مؤسسها الملياردير جاك ما علنا أجهزة البلاد التنظيمية في تشرين الأول الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.